اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في بطولة اركبيتا الدولية للشطرنج. تابعونا في هذا الرسالة اللي راح تتناول اساسيات لعبة الشطرنج. شطرنجة، هكذا كانت تسمى لعبة الشطرنج في العصور القديمة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة الهندية القديمة التي اخترعتها الهند عندما كانت تتنافس مع فارس في حضارتها وفلسفتها. فكانت هذه اللعبة تهدف إلى تعريف الناس بأن الدنيا ليست ميدانا للحظ، بل هي ميدان كفاح فيها جيش يقاتل، وعلى رأس هذا الجيش ملك الدولة وكبير وزرائها، ثم أفراد الجيش من الجنود ومعداتهم من خيل وفيلة وقلاع. دخلت لعبة الشطرنج التي اختلفت نوعا ما عن يومنا هذا، فقد كان الهنود يلعبون الشطرنج 4 بدلا من 2، وكانت الحجارة 4 جيوش، هي الفيلة والجياد والعربات والجنود المشاة. أما لعبة الشطرنج الحديثة فلم تظهر إلا في القرن 16، عندما كانت أسبانيا وإيطاليا في طليعة البلدان التي اعتمدته وتبعتها كل من فرنسا وإنجلترا. بطولة أركبيتا الدولية للشطرنج ساهمت في تحفيز وتنفيذ هذه اللعبة مع إبراز مواهب المشاركين فيها باختلاف أجناسهم ومستوياتهم وفئاتهم العمرية، متقنين جيدا أساسيات وقواعد لعبة الشطرنج. مشاهدينا الكرام، معنا الأستاذ أحمد الحداد راح يخبرنا عن أساسيات لعبة الشطرنج. حياكم معنا، السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. يعني هو إذا بغينا نتحكي عن أساسيات الشطرنج،